انت وبس. اول موقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. لما بعمل كولكشن بسرح بخيالي، بفكر يعني ما في عندي عائق، يعني ما في عندي جسم معين عم بعمله يمكن الهبس كبيرة لازم غطيهم، يمكن خصر كذا، فأنا العرضات إن الجسم المثالي لأي فكرة بدي أعملها، فما في عندي عائق، فبسرح كتير بخيالي، فبتكون عندي فكرة بدي أحولها لشي على الأرض. يعني المصمم الأزياء لما بيعمل كولكشن بده يحول فكرة شيء معنوي لشيء ملموس، هاي هي الكولكشن. مشان هيك العالم دائما بتستغرب، بتقول هذا الفستان ما بينلبس، شو هذا العرض، ليش هيك عاملينه؟ هذا فن، هذا هو الفن، هذا بعيدا عن التجارة، بعيدا عن بيع الفستان، انا عم بحول لك مشاعري اللي فيني، عم بحول لك اياها لشيء انت تشوفيه، تحسي انا شو في جواتي، مثل الرسام لما بيرسم لوحة، مثل الموسيقي لما بيعمل لحن انت بتعرفي كان مبسوط كان زعلان، كان بتحسي هو عن يعني بتحسي فيه. فأنا الكولكشن بالنسبة لي عم أقدم لك شيء تحسي فيني أنا هلأ شو حاسة. بينما الفستان بينعمل لست لكلاينت، زبونة جاية لعنا، أول شيء ما فيني أبدأ بالتصميم ولا فيني أفكر شو بدي لبسها إذا ما حكيت معها شي ربع ساعة أحاديث هيك متفرقة، بعرف شخصيتها شخصية قوية مواجهة أو شخصية مثلا كتير على جنب سيف سايد، يعني هادية لما لاودي، لما حسب شخصيتها بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية أكيد بشوف شكل الجسم لحتى أقدر أتفاهم أنا وياه أعرف شو اللي بدي أقدم له. المهم إنه هويدا لما بتعمل فستان مو الهدف لزبونة، مو الهدف إنه الفستان يكون حلو، بدي إياها تطلع الست هي الحلوة. أنا بكون نجحت لما ما بيقولوا لك فستانك حلو، لما بيقولوا لك أنت طالعة كتير حلوة، فبكون أنا كمصممة أزياء ناجحة مو خياطة. وهي الفكرة كتير مهمة الناس تفهمها، كتير مهم إنك تعرفي أنت لما بتروحي عند مصمم أزياء أنت عم تدللي حالك، هذا هو الدلال، الدلال إنك أنت تطلعي حلوة مو فستانك حلو. فبقلك يمكن إذا بتقولي لي سر نجاح هويدا، هلا كلمة نجاح هويدا فيها غرور، بس أنا بمجالي، أنا بس بتصميم الأزياء أنا مغرورة بحياتي أبدا، بس أنا مغرورة بتصميم الأزياء لأني أنا هاي المعادلة بحقق لك إياها 100% وأنا متأكدة ومتمكنة من الشيء اللي أنا عم بعمله. انت وبس. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواري، أحد مواقع مجموعة وشوش الإعلامية انت وبس.com.